في إطار تنفيذ مخطط تأمين موسم الاصطياف لسنة 2023، ونحن اليوم متواجدين بشاطئ كلوفيس بلدية بن عبد الملك رمضان من أجل مراقبة الشواطئ من حيث الرائحة ولون مياه البحر مع رفع عينات من مياه البحر بغية إجراء التحاليل الفيزيوكيميائية والميكروبيولوجية مع التذكير وتحسيس المصطافين حول القواعد العامة لاستغلال الشواطئ واحترام نظافة المحيط وعدم ترك المخلفات وراءهم.